موضوع مهم راح نتحكي عنه ونتكلم عنه بهذه الفقرة. اللي تابعنا نتمنى انه يستمر معانا اول 10 دقائق يسمع الموضوع. موضوع ليش احنا ما نقرا؟ ليش تركين القراءة؟ ليش نروح لما يكون معرض الكتاب ما شاء الله الناس عربانات تدز بهالكتب ونشوف اخر شيء للمنظر الجمالي حق الصالة، حق الغرفة، حق التصوير سناب نصور ورا شريت الكتاب. زين قرأت الكتاب، عرفت محور الكتاب شنو موجود فيه، من الكاتب، زين كيف تختار الكتاب المناسب اللي يناسب ميولك؟ قاعد تاخذ كتاب شكلا بس يعجبك، نلاقي بعض الابداعات بالكتب، الصورة والاخراج والغلاف وكذا، لكن داخل ايش قاعد يحتوي عليه؟ الله اعلم، في الغث وفي السمين. من اللي يحدد هذا الامر؟ بالتاكيد انت بالدرجة الاولى والقائمين على هذا المعرض، مهم جدا. لكن قاعد اشوف في بعض المعارض كتب ممنوعة موجودة، وشفنا يعني حصل حوالينها الجدل الكثير. العزوف عن القراءة شنو هي؟ نظرة المؤلفين والكتاب للكتب الممنوعة، والمكتبات العامة شنو هو مستقبلها؟ المكتبات العامة اليوم ما شاء الله مسح عنها الأخبار. شنو هي الأسباب؟ خلينا نشوف، نرجع لكم. مسألة الكتب هذا يعني صار عالمها يعني عالم ضيق جدا، إلا في المغرب العربي يمكن تلقاهم يمكن ينامون على الكتاب نوم. هتلاقي أغلب الكتب مكاتب فاضية مثل ما قلت مهجورة، لكن في الحقيقة إذا أحببنا أن نأخذ المعلومة الأكثر دقة وأكثر صحة فلابد أن نرجع إلى الكتب. أنا بصراحة قراءة إمتاع لي فترة أطول، تقعد على كلمة القراءة تفهم معناها، بس هلا صار إنترنت من هب ودب، مسك التليفون معلومة واصلة أول بأول، ما فيها اجتهاد، ما فيها تعب، ما فيها صبر. ومع انتشار النت وانتشار التليفونات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، فالناس بطلت يعني تهتم بالكتب وتهتم بشيء وبالقراءة. عندك اليوتيوب، عندك الجوجل، صارت الواحد يعني أي معلومة يبيها يقدر يحصل عليها بثواني، بينما أنت ممكن يعني تلجأ إلى المكتبات هذه، ممكن يعني تبحث في كتاب وكتابين، ممكن يضيع لك وقت كثير ما تحصل المعلومة اللي تبيها. أنا شايفها حل غير لائق للشخص اللي يقرأ. تفكير أقرأ أدور على المعلومة، فصار التليفون تكتر مع الوصلت لعندي، وهذا مجتهد. ممكن يكون هناك تقصير من أصحاب العلاقة، سواء كان الكاتب، المؤلف، الذي يخرج الكتاب بصورة قد تكون يعني الصورة غير مشوقة للبعض. الكاتب مثلا لازم يعمل كتاب قوي مثلا يشجع الناس، يحفزهم، مجلد مثلا يكون حلو ودعاية حلوة له مثلا الكتاب. ممكن يتعب عليه، ممكن يطبعه ويصرف عليه أوراق وحبر وهذا، لكن ما تلقى من يشتريه. الوالد والأم كذلك إذا مسكت الكتاب وفتحت الكتاب وكانت القدوة الحسنة للأبناء، ساعد ذلك في نشوء الجيل الذي يرتبط في هذا الكتاب. فكرة المعارض، مسابقات، جوائز، مسابقات مثلا محصى على المعلومة عن طريق الكتاب وليس للتليفون، يعني مثلا تقول والله يا بدي أعمل مسابقة بدي هالمعلومة تجيبوني عن طريق كتاب، تخلي الشخص يروح يبحث في المكاتب. بداية المشاهدين أرحب بالدكتور سليمان الصويت، أستاذ الأدب العربي في كلية التربية الأساسية. مساك الله خير دكتور، حياك الله. مساء النور، يا هلا ومرحبا فيك. الله يسلمك، شكرا لقبولك هذه الدعوة، نورنا. شكرا لكم والشكر موصولي لقناة الضاي. حياك الله، هلا ومرحبا فيك. وأيضا أرحب بالشاعر محمد خلف الحجي، مساك الله خير شاعرنا. يا هلا يا قاسم، هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيك، ساعة مباركة. ساعتنا أبرك والله. وايضا نرحب بالكاتبه والروائيه هديل الحساوي، مساء الخير استاذه هديل. اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا فيك وحياك الله. الله يسلمك. وايضا عندنا الناقد والناشر الاستاذ فهد الهندال، مساء الخير استاذ فهد. هلا اخوي راشد، حياك الله. قواكم الله وهلا مرحبا فيكم. في البدايه راح اطرح سؤال مشترك يعني للجميع، نتكلم ونبين وجهات النظر في هذا الموضوع بشكل عام. خلينا نتكلم على المستوى المحلي اليوم، على الكويت نتكلم. قراءتكم لواقع الحال عن شبابنا والجيل القادم استاذ فهد؟ من جانب القراءة يعني؟ نعم، نتكلم احنا عن القراءة ومدلولات القراءة عندنا. نعم. يا شباب، طبعا انا اختلف يمكن مع بعض ما قيل سواء في الاستطلاع او يمكن حتى في مناقشات ان ليست هناك قراءة في الكويت. لا، هناك قراءة في الكويت، والدليل على ذلك وابسط مثال انا اكلمك كناشر، ان هناك بالكويت دور نشر كويتية قاعدة تتأسس سنويا، اذا معناه ان هناك في اقبال على الكتاب.
كناقد أقول لك هناك في إنتاج أدبي زاخر كل عام، كل دار نشر تصدر ما يقل عن أكثر من 50 إصدار، كل دار نشر كويتية، فما بالك بدار بدور النشر العربية. إذن هناك طلب على الكتاب. إذا إحنا نفكر ونضع افتراض أن لا توجد هناك قراءة، ربما قد يكون هذا قصور منا في عدم متابعة الأنشطة بشكل كامل في الكويت، أو أيضا قصور من وسائل الإعلام أن ما قاعدة تركز على بعض الأندية اللي هي موجودة في الكويت وقد لا تكون معلنة، قد تكون أندية داخل بيوت خاصة، قد تكون أندية في مدارس في جامعات. لهذا أنا واحد الناس متفائل. يعني الإعلام يروح يطق بابهم ولا هم المفروض يعلنون عن نفسهم؟ والله أنا أتصور هي مسؤولية الاثنين. الإعلام يعني مثل ما احنا اليوم في الإعلام نبحث وعندنا يعني محركات كثيرة للبحث. صحيح. أنا ما أتكلم عن الإنترنت، أيضا حتى الصحفي هو اللي يبحث عن المعلومة. وهذا العمل الصحيح ودوره أنه يضرب الباب أيضا. زين، أيضا إحنا كأصحاب هذه النوادي نعلن على الملأ أن عندنا نشاط. إذا كان نادي معلن عام وليس نادي خاص، في مثل ما قلت لك في بعض الناس عندهم في بيوتهم في دواوينهم يقرؤون، ولكن مكتفين بالمجموعات اللي يقرؤونها. الدلالة عندك أستاذ فهد هي نسبة المبيعات وافتتاح هذه المشاريع و الرخص التجارية وغيرها، الأرقام هي الدلالة عندك أنه في قراء أم في إحصائية ثانية؟ أنا أضرب لك مثال في مو بس معرض الكويت، أنا أضرب لك في المعارض الخليجية أن كثير من القراء الكويتيين يتابعون حركة المعارض الخليجية والعربية. إذن هم لا يكتفون فقط بالسوق المحلي وإنما أيضا يذهبون إلى ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني نشوف بين فترة وفترة رابطة الأدباء يعني تعمل مهرجانات ونشاطها واضح سنويا، ولكن والمجلس الوطني والمجلس الوطني يعني، ولكن الحضور لا يتجاوز 12 شخص يعني 13 شخص. دكتور تعليقك، تتفق مع أستاذ فهد أو تختلف معه أو تضيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في البداية لا أستطيع أن أشرع في مناقشة أي موضوع كان إلا بعد أن أحدد مصطلح هذا المفهوم. في البداية خلونا نقف على خطوط واضحة حتى يكون نقاشنا على شيء واضح. من الجانب الأكاديمي، القراءة مأخوذة من مصدر الفعل الماضي ألا وهو قراءة، وقراءة بالجانب اللغوي هو عملية جمع وضم تهجئة الحروف ونطق الكلمات بصورة سليمة. أما إذا جينا نناقشها من الجانب الاصطلاحي، فالقراءة تدل وتشير إلى تلك العملية وذاك النشاط المعرفي المهاراتي التي تقوم على فك وتحليل الربوز لتلك الكلمات أي لغة كانت، أنا لا أعني اللغة العربية، أي كلمات، من أجل فهمها ونطقها واستيعابها على الصورة السليمة. أي إنسان قارئ أو أي مجتمع قارئ أو أي أمة قارئة يجب عليها أن تمر بثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى أعني فيها الإدراك، وهي التي تتمركز في العقل. يجب على هذا الإنسان أو هذا المجتمع أو هذه الأمة أن تدرك أن القراءة مفيدة، أو أن تدرك أن القراءة ذات جدوى، وأن تدرك أن القراءة حياة، وأن القراءة ارتقاء، وأن القراءة استمرار. بعد أن يفرغ هذا الإنسان أو هذا المجتمع أو هذه الأمة من إدراكها ومعرفتها من الجانب العقلي أن القراءة مفيدة، تنتقل للخطوة الثانية وهي خطوة الوجدان، وهي أن تحب هذه الأمة أو هذا المجتمع أو هذا الفرد هذه الممارسة الإنسانية، أن يشعر بالشوق لهذه العملية الإنسانية، أن يشعر بالحنين إن فقد هذه العملية الإنسانية. طيب. بعد أن يفرغ من الخطوة الأولى العقلية والخطوة الثانية الوجدانية، ينتقل إلى الخطوة الرئيسية الثالثة وهي مرحلة النزوع، أي أن يقدم وأن يمارس ممارسة فعلية لهذه العملية التعليمية، لأن يمسك هذا الفرد أو هذا المجتمع أو هذه الأسرة هذا الكتاب. طيب. حنا للأسف في مجتمعنا الحالي عندنا شريحة كبيرة من الناس لا يدرك لا يفقه كيف يمسك الكتاب. يا جماعة إحنا أنتوا تقيسون على جيلنا أو أنتوا تقيسون على الأجيال التي قبلنا، لكن في أجيال الآن خارجة في المجتمع لا يفقه كيف يمسك الكتاب، لا يعرف كيف يتعامل مع الكتاب، لا يعرف من أين يؤتي الكتاب، من الأمام أم من خلف، أين الفهرس. مسؤولية من هذا يا دكتور؟ جميعا، مسؤوليتنا جميعا. أنا ممارس لعمل الأكاديمي يوميا، أنا أقابل طلبة
في مرحلة البكالوريوس يوميا وبالأخص طلبة اللغة العربية. يا جماعة نحن نعيش في كارثة، نحن نعيش في دوامة، نحن نعيش في مجتمع كثير من أفراده لا يفقه فك الخط والكتابة والقراءة. بارك الله فيك أستاذ هديل. أستاذ فهد ذكر وإحنا عندنا بالعكس المجتمع الكويتي مجتمع قارئ، والدليل دور النشر الموجودة وبازدياد بدور النشر وعملية الناس تحتفظ بهذه الكتب وتأخذ وغيره، وفي ازدياد في عملية النشر والتوزيع والقراءة. دكتور ذكر بأن أنا أتعامل بشكل يومي مع الطلبة، إحنا نعيش كارثة اليوم أيضا كأديبة وكروائية وككاتبة، قاعد تلمسين هذا الأمر؟ أي أمر أنت قاعد تلمسينه بين البنين؟ والله بين لا يمكن أنت قلتها بطريقة صحيحة، هو بين البنين. إحنا عندنا خلينا نقول صحوة، يعني بداية حركة نشاط، يعني بداية حركة نشاط للشباب أنهم بادين يقرؤون، استخدام مصطلحات هم أن مثل كارثة أو أنت رايح تشتري الكتاب عشان تحطه على الرف راح يخليه أنه في بداية حياته، إذا هو عنده القدرة على أنه يعني أنه قرر أنه يروح يقرأ، لأنه قاعد يقلد زميله الثاني اللي في الفصل أنه يروح يقرأ، يقولك ها لا ما أبي، أنا خليني أروح ألعب بلاي ستيشن. لكن أنت لما اليوم تتكلم عن شباب، عن تقريبا 31 نادي من نوادي جليس، إنزين، عن 300 عضو، لما تتكلم عن موقع مثل جودريتس، أنا صار لي يومين أدخل على موقع جودريتس، موقع جودريتس قاعد تنكتب قراءات من الشباب، شباب كويتيين عن الكتب وكتب عالمية، يعني ما قاعد أقول لك إنه والله، يعني ما بأذكر أسماء الكتاب، بس أنا ما قاعد أتكلم عن كتب والله الشبابية اللي ينشرونها مثلا دور النشر اللي بهبة اللي بو سنة سنتين وطبعة 20 وتوقف، لا قاعد أتكلم عن كتب محترمة، يعني ناس قاعد تقرأ حق مثلا سرماغو، دور نشر قاعد تنشر ل 12 سنة، أنا مقابل عمره 12 سنة كاتب رواية، بس بنفس الوقت نشر، يعني هذا عادي مقبول. ترى على فكرة أنت ما تدري الموهبة وين تطلع، يعني هم إحنا خلينا نكون عارف، يعني أسئلة يقول شنو الرواية، يقول أحبها وتحبني جد يعني جد والله، يقول أنا أحبها وهي تحبني وكذا، يعني بس هذا مقبول في عالم الكتاب الروائيين، مقبول هذا الأمر؟ والله شوف هي بداية، خلينا نقول شلون أجيب لك إياها بطريقة صحيحة، حتى لو نتكلم عن العالم الغربي ونقارنه بالعالم العربي، إنزين، العالم الغربي في البداية لما يقرأ مثل كتاب مثل هاري بورتر، على فكرة كتاب هاري بورتر حق أعمار 15-14-13 سنة، ترى مو حق أعمار كبار، بس إحنا هني نقرأه كأنه هو كتاب أدبي وما يصنف أدب. مع هذا لما كتاب مثل هذا الشخص عنده القدرة على أنه يقرأ كتاب 300 صفحة بلغة صحيحة، واحد لغته أول شيء تنمو، ثاني شيء عند القدرة والمران يصير والصبر على الانتهاء من الكتاب، ثالث شيء تفتح شهيته لكتاب قراءة كتاب آخر وتدرج. من فينا بدأ قراءة كتاب والله أمبرتويكو من أول يوم؟ إحنا كلنا بدينا أول شيء بنجيب محفوظ، والله ما مو بنجيب محفوظ، بدينا بالأبطال الخمسة والله جد حق نبيل فاروق، وبعدين انتقلنا إلى نجيب محفوظ وحسان عبد القدوس، بعدين شوي تطورنا وانتقلنا إلى التراث الشعبي من خلال المسرحيات، يعني شوفوا ممكن يخليني ألجأ إلى التراث الشعبي أتعرف عليه أكثر، على الدين، مع على الدين والأمور هذه كلها ممكن هذا موجود الأمر اليوم عندنا، موجود عند أبنائنا وعند بناتنا، موجود عند هذه المرحلة السنية أنت تتكلمين عنها، موجود لأن أنا ما أتعامل معها سلبية، لكن نتكلم أن نضع يدنا على الجرح. شوف هو ما أنا ما أقول لك إنه والله يعني والله 100% من مثلا من الناس، ما في احصائيه تقول لك بالضبط، ولا نقدر نقول انه مثلا معقوله مقبوله موجوده بالكويت، ولا حتى نقدر نقول مثلا والله 0%، فيها بين 20 25، يعني انت لما تقول 300 شخص في نوادي جليس عندهم استعداد يتبارون بينهم بين بعض، كم عدد الكتب اللي خلصوها؟ وترى على فكره مو بس كتب روايات، يقرؤون كل شيء. احنا نتكلم عن ثقافه مجتمع بنعكس على دوله، 300 كافلين بالمنشورون مجتمع، لا هذا هذا المعلنين بس على على يعني على هذه احصائيه كرقم كويتي، هذا رقم، هذا يعتبر رقم 300 شخص عندهم استعداد يعني. وهذا شهري، وهذا مشروع واحد، هذا ميوله شخصيه، احنا اليوم ما نبيها ميولات شخصيه، احنا نبيها يعني ثقافه عامه مجتمعيه، يعني احنا قاعد نشوف ابنائنا. انا اترك مجال للشعر بعدين بترك لهم يعني التعليق في قضايا كثيره. اليوم راح نتكلم عن الشعر الفصيح، نعم، وانت تلمس هذا الامر من خلال نشر قصائدك، نعم، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او الامسيات او الاسبوعات او غيره. لما اقول أن اليوم انا عندي ضيف وشاعر بالفصحى، كيف تجد تقبل الجمهور وتعاون وتفاعل الجمهور معك؟ شوف الضحيه هنا هي القيمه الفنيه والادبيه، ويشترك في ذلك كلا من الشعر العامي والفصيح، ولو ان الحاله صارخه في الشعر الفصيح اكثر. حاله الكسل الثقافي تجعل من المتلقي ليست لديه لا المزاج ولا الوقت ولا الصبر لكي يستمع إلى قصيدة
فخمة ويعيد قراءتها مرات ومرات لكي يستوعب تراكيبها اللغوية، لكي يستوعب الصور المجازية، لكي يستوعب السرد القصصي. إذا جاز لي أن أضرب مثال الشيلة، الشيلة هي أتت كحل وسط أو بالأحرى التفاف من قبل من يستحرمون الموسيقى. إذا فصلنا الشيلة، إذا ألقينا النظرة عليها، ستجد بالمواصفات التالية التي تناسب الكسول ثقافيا: كلمات سهلة، ألحان مكررة، وأيضا محتوى غالبا ما يدغدغ حماسات عاطفية، العاطفة وغيرها والغريزة، بل وتتجاوزها إلى قيم مثل العصبية القبلية أو غزل سمج سخيف. فكما أسلفت أن أيضا هناك مسؤولية تقع على عاتق الأدباء. أخص هنا كتاب الشعر بالفصحى، الكثير منهم يسلك مسلك التعقيد في كتاباته. هو يظن أن كلما استعسر الفهم على متلقي، على قارئه، نعم، ظن أن ذلك سيضفي عبقرية أكثر على نصوصه. وبذلك أنت شنو رأيك اللي يعقد الكلمة؟ يعني كما قيل، المعلم الناجح هو الذي تصل كلماته إلى أصغر طالب في الصف. إذن لا إفراط ولا تفريط. نعم، كذلك الشاعر الناجح المفروض أن يحافظ على أدنى مستوى من القيمة، ولكن في نفس الوقت أن يصل إيصال إلى أكثر عدد ممكن. راح نسمع منك أبيات ترى بعد شوي. إن شاء الله أبشر. ولكن ذلك لا يعني أن يجب أن يرفع من المستمع ولا ينخفض إلى دركه الثقافي، مع احترام للجميع. أستاذ فهد، إذا عندك تعليق على ما طرحوه الإخوان، لأن أنا عندي أسئلة ثانية في الموضوع. والله يعني أنا يعني أتفق مع بعضهم وأختلف. يعني أنا في قضية إنه والله إن في الصروح الأكاديمية إذا كان في هناك خلل عند الطلبة في عدم يعني حبهم للقراءة، أنا أتساءل يعني عن دور هذه الصروح في الأنشطة اللي تقدمها، مثلا من مؤتمرات، من فعاليات. المشكلة الأنشطة ما هي إجبارية، اختيارية. ما هي اللي حرية اختيارنا أحضر أو ما أحضر. بس دورك أنت تشجع مثلا. يعني أنا مثلا خلينا نتكلم عن جامعة الكويت، لكون أنا خريج من جامعة الكويت، كان هناك في إدارة خاصة بالأنشطة الثقافية تشجع الطلبة اللي عندهم مواهب. كل قسم علمي كان له مكتبة، أنا واحد الناس عملت في مكتبة قسم اللغة العربية وكنت أحد مسؤولينها لفترة طويلة، وكان عدد كبير جدا من طلبة القسم وأيضا من خارج الأقسام. لدرجة أقول لك شغلة، أن الأقسام الثانية صار عندهم غيرة، قام يمرون علينا قلنا يبعطونا التأسيس اللي سويتوه للمكتبة، خلنا نأسس مكتبات لنا أيضا في أقسامنا. وبالتالي إذا هي تعتمد على شنو؟ على مبادرة شخصية من القسم الأكاديمي، من الأستاذ، من الطالب. أنت عندك عملية تدور يعني تعتمد على، طيب هذا داخل الحرم الجامعي، انا بتكلم عن المجتمع برا، وين يفترض ان يتواجد مثل هذا الامر؟ لو يفترض ان يتواجد مثلا، شفنا سمعنا فكره بين يعني بالسابق ان الكتاب تجده بالكافي هذا موجود متروك مسجل عليه علامه، انت تاخذه تتركه في مكان اخر، دي تداول بين الجميع في فرق، يعني في انشطه كذي. انا خارج الحرم الجامعي، خارج هذا الحرم الاكاديمي اللي طبيعته علميه، احنا كمجتمع، كناس اليوم ككويتيين، وين تجد تعزيز القراءة عندنا؟ في كان مشروع جميل جدا عاملينه مجموعة من الأصدقاء، كان اسمه مشروع ديوان للقراءة، كان بالاتفاق مع أحد الكافيهات المشهورة هنا بالكويت، وكان عندهم لقاء شهري. أنا حضرت عدد من هذه الأنشطة، كان العدد كبير، كان مو فقط على رواد المجموعة، على رواد المجموعة، كان أيضا اللي كانوا يحضرون في ذلك اليوم من رواد هذا المقهى كانوا يلتفتون لهذه المناقشة، ويصير عندهم نوع من الاهتمام. أنا خلني أكون صريح جدا، أي إنسان عنده مشروع ثقافي لابد يحط باعتبار أنه يكون عنده رديف تجاري. إذا أنا بعتمد على مكتبة بحتة، مكتبة ما فيها أي تطوير، ما لازم فيها نخرج أي على التقليدية، يعني إيه لازم يكون عندي أنا اختلاف لازم أنا جميل. يعني ترى هذا الأمر مو بس بالكويت، يعني أنا قبل فترة دخلت على معرض فرانكفورت، زين هناك تدش إلى المعرض ترى بتذكرة مو مفتوح، دعوة هناك بالقطار كتابة بيده، يعني الأمة هناك غير تختلف. يعني خلينا نتكلم عن دول الخليج مثلا، في الشارقة عندهم، خلي يصير معرض الكتاب، مر على الشارقة في ذلك اليوم راح تشوف الأعلام والدعايات من حاكم الشارقة إلى أصغر. إذا أنت تبني دولة، نتكلم عن تبني حكومة في هذه القضية. أنا قبل أطلع فاصل برجع عليك دكتور، ونتكلم على قضية الثقافة
العامة في عملية القراءة اللي راح تنعكس على ثقافة سلوكنا في النهاية. اليوم أنا أشوف الطالب في الدول الغربية ونشوف هذه الفيديوهات بين فترة وفترة هو عارف بأن هذه المساحة الراحة بعد الدراسة لما يروح حق المقصف وغيره أكله معاه يخلص أكله وهو يشيل هذا الطبق ويروح يرده لمكانه عارف كيف يأخذ الكمية اللي هو يحتاجها، بينما احنا اليوم لا خلي على نفس الطاولة نفس الأكل ويمكن بالبيت وتعال شيلي يا ميري شيلي الأكل هذا وحطي الأكل هذا من صغرهم. ثقافة عامة هذا وفق قراءة، القراءة راح تعدل في النهاية سلوكي. قراءتك لهذه القضية وتبني الدولة مثل هذه القضايا بعد الفاصل إن شاء الله معك دكتور، لكن راح نطلع فاصل من قصيدة من أبيات من اختيارك أستاذ محمد إن شاء الله. نبدأ بخفايف أول شيء. قصيدة عيناك. عيناك مملكة ما نالها ملك، وجيش رمشك بالعشاق قد فتكوا. طغى الجمال من الأجفان مسرفة، فكل قلب لدى عينيك منتهك. وعاضد الثغر سحر العين واجتمع، فكلكم في دم العشاق مشترك. تساقطت بتلات الورد من حسد، والريم من هذه الأحداق مرتبك. أذهلت لب الورى عن كل نازلة، فبالهم في ربوع الحسن منهمك. أرخت على عينها أستار غرتها، كي لا يعم الفناء الناس والفتك. لا تغدر البشر الطرفين قاطبة، فالناس من سحر طرف واحد هلكوا. واجتاح شعرك قلب الصب تتبعه مدى الفضاء جديل ملؤه الحبك. فبددت لمعات العين ظلمتها، كما تدك شياطين السما النزك. وجددت في تمام البدر بسمتها، وأرجع الشمس في إشراقها الضحك. وضيعت كل نجمات مجرتها، وضيعت سيرها من حسنك الفلك. وبثت الروح فرحا بعد مزهقها، فالسعد في لحظك الفتاك مشتبك. لقد بلغت من الإعجاز منزلة، ما ليس يبلغها إنس ولا ملك. صح لسانك، هذا صدق موجودة ولا من الخيال؟ في كذي إنسانة كذي؟ لا لازم موجود. لازم خيال الشاعر بعد. خيال الشاعر. والله خلاص كلش هذا لا مثلها مثل ولا بعدها بعد ولا قبلها قبل. مستمرين معاكم إن شاء الله ولكن بعد الفاصل. دكتور سليمان، في هذه القضية اليوم نتكلم عن القراءة وثقافة المجتمع وترتيب السلوك، هل السلوك متعلق أيضا بالقراءة لما يكون الأب والأم قارئ ومطلع، هل ينعكس على تربيته لأبنائه، ينعكس على سلوكهم، فبالتالي هذا السلوك ينعكس على حياته اليومية، ونشترك في هذا المجتمع اليوم في المدرسة. أنا اليوم من بيتي ولا طالعين أبنائي مثقفين بالطريقة اللي أنا شايفها صحيحة، لكن باقي الطلبة اللي موجودين أسرهم غير قارئين وغير مطلعين، فهل البيئة هي اللي راح تأثر عليه أكثر شيء اللي قاعد يعيشها ويعيش محيطك وأنا 7 ساعات اليوم بالمدرسة، ولا البيت ممكن تأثيره يكون أقوى، وهل إحنا في حاجة أو لا؟ قبل لا أشرع في إجابة على هذا السؤال أحب أن أثني على إجابة زملائي في هذا اللقاء، لكن يا جماعة أنا قاعد أنظر وأجيب وأناقش عن هذه القضية من ناحية مجتمعية، من ناحية عامة، من نظرة شمولية. يا جماعة أنتم ممكن عايشين في بصيص من النور، يعني منطقتكم فيها بصيص من النور، تلتف حواليكم مجموعة نيرة من الناس، لكن أنا موضوعي يختلف عن هذا الجانب. الإحصائيات لا تكذب، الإحصائيات تقول لنا أننا لا نتجه للهاوية بل نحن في قاع الهاوية. مش تفسر كلام من السفيد قاعد يقول لك الدور النشر في ازدياد والناس قاعدة تبيع إذا سمحتولي أقول لكم هذه الإحصائيات حتى نقف على أرقام، فالأرقام لا تكذب. في عام 2003 تقول الإحصائيات أن كل 80 عربي يقرؤون كتاب واحد في السنة، في المقابل المواطن الأوروبي يقرأ 35 كتاب في السنة، وهذه في عام 2003. أما الآن نحن أسوأ من ذلك، الآن كل مواطن عربي يقرأ ربع صفحة في السنة كاملة. كل مواطن عربي ربع صفحة في السنة. هذه من ناحية الكم. من ناحية الوقت، أن العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق في السنة، الأوروبي يقرأ في معدل 200 ساعة في السنة. من ناحية الإنتاج، في عام 1991 أنتج جميع الدول العربية 6500 كتاب، في المقابل أمريكا فقط أنتجت 102 ألف كتاب. من ناحية
عناوين النشر. الوطن العربي الآن ينتج 5000 عنوان، أمريكا فقط تنتج 300,000 عنوان. من ناحية عدد الطبعات، الكتاب الواحد في الوطن العربي لا يتجاوز طبعاته 1000 على أحسن تقدير، إلا في الحالات الشاذة. في أمريكا تصل طبعات الكتاب الواحد إلى 50,000. أخيرا من ناحية الترجمة، جميع ما يترجم في الوطن العربي لا يتجاوز 20% مما تترجمه دولة اليونان فقط. يا جماعة إحنا إذا إحنا إذا قلنا أن 300 واحد قاعد يقرأ في نادي أو في مشروع مقابل 3 مليون وأكثر في هذا الوطن. والكويت أفضل بقليل من دول أخرى تشاركنا في هذه اللغة وتشاركنا في هذا الدين. يا جماعة اللغة العربية في تدهور، اللغة العربية في ضياع. كلغة عربية وكقراءة العملية الإنسانية المرتبطة بهذه، عشق اللغة مرتبطة بقراءة اللغة. الطبيب الناجح لا يطبطب على الجرح ولا يطبطب على المريض من أجل أن يخاف أن يجرحه. الطبيب الناجح من يستخدم المشرط من أجل الدخول إلى هذا الخلل ومعالجته. نحن الآن ننوه على هذا الخلل وندق نقوص الخطر اتجاه هذه العملية. وين المشرط؟ وين المكان؟ وين العلة بالضبط اللي أنا أتجه لها مباشرة؟ أنتم أكاديميين وتعلمون هذا الأمر، وين في مشكلة؟ الموضوع يتعلق في الأسرة، الموضوع يتعلق في الحكومة، الموضوع يتعلق بالمجتمع بأسره. طيب. لا يتعلق في مكتبة ولا يتعلق في كافيه معين ولا يتعلق في مؤسسة يأتيها طلبة قد نضجوا ووصلوا إلى أعمار معينة يصعب تغيير سلوكيات. أسرة وحكومة يتعلق هذا الأمر ولا يتعلق بكافيه معين وعدد قليل، 300 شخص مقابل 3 مليون، وهذه الأرقام اللي ذكرها الدكتور. إحنا شوف نبي نظرة التفاؤل بالتأكيد، لكن إحنا اليوم نضع إيدنا على الجرح في هذه القضية. هل فعلا إحنا اليوم وضعنا مطمئن ككويت كخليج كوطن عربي بهذا الموضوع، هذه القراءة اللي راح تنعكس على سلوكنا وتصرفات حياتنا اليومية، أم فعلا أستاذة هديل إحنا اليوم قاعد نعاني هذه المشكلة؟ تتفقين مع الدكتور أم تختلفين معه؟ والله شوف بتركي، أنا قلت لك من البداية أنا ما أختلف ولا أتفق، يعني كون إن إحنا قاعدين هو معاه حق في الإحصائيات اللي قاعد يقولها أكيد، يعني إن ما إحنا ندري إن العالم العربي ككل لما نحسبها ككل ما راح نقارن والله مثلا بامريكا اللي هم عدد تعداد سكانهم او انه مثلا هم الاحصائيات لازم يعني انت تقارن، يعني بالانجليزي يقولونها ابل تو ابل، انزين هم انت تقارن بعد ثقافه بثقافه. هم احنا شعب مر في كوارث، يعني في الاونه الاخيره من 2003 للحين لما تنخفض نسبه القراءه وتحط ببالك الربيع العربي واللي صار بالربيع العربي والاميه الموجوده وناس ميته بالجوع، هم احنا لازم نحط في بالنا في اشياء كثير تدخل في الاحصائيات، هي مو مجرد ارقام، هي الفكرة شلون تقرأ الرقم، الفكرة شلون تشجع، الفكرة ان الرقم شلون حوله من شيء انه والله انه طيب هل كنا احنا متطورين وفجأة نزلنا يعني مثلا انتشار يعني على حسب الاحصائيات يعني انت اسقطتي الحالة على الظروف المعيشية والاقليمية والحربية والامن والاستقرار، اسقطتي على هذه القضية ان هذه هي اسباب تدهور القراءة عندنا. هل كان معدل القراءة مرتفع عندنا والرواية والتطور وغيره؟ لا بس اذا نلاحظ الاحصائيات هو بدا من 2003 واحصوها تقريبا متى بعدين؟ لا وجعنا الى 1991 اخذنا قديما وحديثا يعني القرن السابق. فانت لما تشوف ان الاشياء قاعده تنخفض هم في شيء يسمونه قراءة زمنية، انت لازم تشوف شنو الاسباب. هذا اضافة لان انت عندك حكومات هم هي لازم تتدخل، يعني احنا كافراد قاعدين نحاول بقدر جهدنا ان احنا والله لما نقول انه والله جماعه غير رسميه وما عندها تمويل وما عندها قدره على ان يعني ينشرون يتوسعون اكثر ويكون نعم بالضبط، يعني انه لما جماعه اهليه عاديه بدت بخمسه اشخاص عندهم القدره ان اليوم يوصلون ل 300 شخص، فما بالك اذا دوله حطت معهم تمويل وحطت معهم فلوس ودولة بدأت فعلاً تي وتأخذ الأدباء تأخذ الأكاديميين. أستاذ هديل، أنت شايفة نوع من التنمية لما نتكلم عن اليوم عجلة التنمية بدولة الكويت بالجسور والمباني وغيرها، هل شايفة التنمية في هذه الأشخاص لما أخذ بيدهم 300 شخص وامسكهم أنا كدولة وأعطيهم ميزانية ويطبقون أفكارهم ويخلوا المجتمع، هل تشوفين اليوم هذا الأمر مناط الدولة؟ على فكرة إحنا قاعد نبني في بنية تحتية، المشكلة إن إحنا قاعد نبني في سمنت وحديد، يعني البنية نبني التحتية. نبني في الحجر ولا نبني في البشر؟ بالضبط، هي البنية التحتية فعلياً. أنت خلينا نتكلم عن المناهج، يعني إحنا قاعد نتكلم بنظرة تفاؤلية باللي إحنا قاعدين نحاول نسويه خارج الأكاديميات، خلينا نتكلم داخل الجامعة، إنزين؟ شنو المنهج اللي قاعد يقدم؟ يعني مثلاً الأستاذ، شنو المنهج اللي قاعدين يقدمونه للطلبة للقراءة؟ وهو الدكتور حتى بتصرف شخصي أو بتصرف من الدولة لما تحط منهج، لما تيجي حق منهج اللغة العربية في الابتدائي وأقرأ بعض القصائد وأنا قاعد أدرس من تختي وأكتشف أن هي القصائد يعني هي لا تشجع الشخص على أنه
يستمتع في القصيدة. مثل ما قال المفردات اللي مستخدمة عد يعني مو صعبة، لا زايدة عن يعني زيادة عن الحد سهلة. الرتم باللحن اللي بالموجود بالقصيدة ميت. قصايد ما أدري منو كاتبها، يعني حتى أنت الشخص ترى اللي في الابتدائي يعني شو المشكلة إذا يقرأ مثلا حق من الأدباء والشعراء العرب إنزين القديمين أو الحديثين اللي لغتهم سهلة، ليش ما دخلهم بالمنهج؟ إنزين قصص، خلينا نقول قصص من القرآن، في وايد من سلسلة الكتب اللي نشرت فيها قصص من القرآن كتبت بأيدي أدباء. المناهج اللي بدت من المتوسط للثانوية للجامعة شنو سوت؟ شنو أدت؟ يعني لما الشاب يروح يحاول أنه يقرأ أو أنه تتفتح قريقته أو أنه يروح حق المكتبة أو يروح حق دور النشر يوقف قدامه يقول مقترحوا لي، ترى هذا اجتهادات شخصية من الأدباء والكتاب ودور النشر أنه يحاول يوجهون في ناس متعطشة. الشباب يبي، أنا ما أقول لك يعني أنا كلمت الكثير، الكثير يوني يقولوا لي ساعدينا إذا نقترحي علينا، ما أنا عندي مكتبة، في المكتبة وايد اتصالاتي، ترى على فكرة لما يسألون عن كتاب يسألون عن الموضوع أنه شنو في كتاب يتكلم عن هالموضوع، عاد يعتمد أنت وتوجيهك أنت وشنو اللي قاعد توجه القارئ فيه. فهم خلينا نقول الشباب عندهم استعداد، خاصة مع السوشيال ميديا صار عندهم استعداد أكثر. يعني الحين ترى على فكرة ما هي مشكلة أنك تي تستثمر السوشيال ميديا أنه يصور مع كتابة في أنه فعلا يقرأ أو أنهم يصورون أنهم في مجموعة قراءة. أنت تقدر تستثمر بالسوشيال ميديا، مشاهير السوشيال ميديا المفروض يستثمرون في هالموضوع. أي واضح عندك الدولة المفروض حيل يستثمرون. عندك الدولة عندك الدولة هي بكبرها شنو سوت غير المهرجانات اللي مقتصرة بس على الناس؟ يعني أنا لما رحنا أبو ظبي آخر مرة وشفنا المعرض والفعاليات بالمعرض شيء مبهر. يعني الإمارات قاعد تحاول، الشارقة قاعد تحاول في الترجمة. يعني تتكلمين أيضا تردين على موضوع الحكومات، اليوم الحكومة مقصرة في هذا الجانب أستاذ فهد في عملية دعم القراءة، محاولة أن الدولة تقرأ أن فعلا إحنا اليوم كمجتمع الكويتي بحاجة للقراءة ونحن يجب أن ندعمها، هل من ضمن أولوياتها أم ترك هذا الأمر وكان الأمر؟ أتمنى لو كان في هناك إحصائية بالتعاون مع وزارة التربية تسرد لنا أو تذكر لنا عدد أرقام المكتبات المدرسية حتى الآن. إحنا قبل كل مدرسة فيها مكتبة أعتقد. أي طبعا. واعتقد انتهت الحصه هذه مال حصه القراءه عن فتره الثمانينات، يعني خلينا نقول انا يمكن هالجيل هذا احنا كان في عندنا، انا شفت المكتبه في الابتدائي وشفتها في المتوسط وشفتها في الثانوي. الان اصبح وجود المكتبه وانا مسؤول عن كلامي، المكتبه المدرسيه اصبحت خطر. خطر؟ اي خطر. انا اقول لك لان لازم يكون في نوعيه من الكتب موجوده، يقول لك لا لا هذا الصغار شو اللي تخليهم يقرون روايات وما ادري شنو، لا 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 عطهم اشياء بازل تركيب ما تركيب. اذا ما في هناك رؤيه اساسا حق اللي وضع المنهج التربوي. في ظل هالتكنولوجيا وكل واحد معاه ينتظر بس يطلع من المدرسه عشان يرجع ياخذ هالتليفون بيده يفتر هالعالم هذا بيده، ما زلنا ننظر له هذا صغار ما يفتهم. احنا للاسف الجيل هذا الصغير اللي قاعد يتكلم يفهم عنه اكثر من أذكى, 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 اذكى من احنا الكبار. وبالتالي انت ما في توجيه صحيح. المدرسه قبل كان فيها نشاط المسجد وكان يعلم الاخلاق ويعلم يعني شلون تتوضا شلون تصلي هذه كلها. وكانت هناك ايضا النشاط المسرحي. نعم كان يعلم الواحد. انا من الحمد لله من الناس صحيح. اللي تتلمذوا على النشاط المدرسي سواء كان المكتبي او الاذاعي او المسرحي. يوم شوف فقط رياض الاطفال النشاط انتهى. اي حق الاوبريتات النهائيه. لا عشان المعلمه تاخذ الدرجه انها سوت نشاط. اي وعلشان يمكن واحد يكشخون. المهم زين وبالتالي انت تعال حق المكتبات المدرسيه، كم مكتبه؟ يا عزيزي المكتبات العامه قبل فترة كانت مهجورة. المدرسة ليش تذكروها يا أستاذ فهد؟ ليش ما قام يروحون الحصة تروح قراءة تقرأ وتلخص قبل نقرأ وتلخص اللي قريته شنو فهمت من هذا الحكاية؟ المفروض أنا هذا إحنا عشناه. ليش تلغي؟ قبل فترة كان لنا أنا قاعد أقول لك أنا أعول على موضوع لجنة المناهج اللي قاعدة توضع، هل هي المناهج إن هذا المنهج مطلوب علشان تنجح ولا لازم في إلى روافد أو خلينا نقول عنه رديف؟ زين أنا أحد الطلبة يسولف لي. وبالمناسبة ترى هو طالب من أنا كان عندي كورس في جامعة الكويت أدرس طلبة غير عرب جايين يدرسون اللغة العربية. شوفوا الشغف اللي عندهم موجود. يعني قبل شوي الأستاذ تكلم على موضوع أنه يمكن هناك شعر قد يكون مقعر ولا غير من ذلك، هم يقرؤون هذا الشعر ويتمتعون باللفظ اللي موجود بهذه، ويسألوني كل يوم
كل ما أقول كلمة أو أشرح يروح يسجل يطلع النوت ويكتب. قول مرة ثانية أستاذ اشرح لنا هالكلمة شنو معناها. إذن في شغف، وهذا الشغف ترى مو بس مقصور على الطلبة الأجانب، موجود، لكن أنت بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى الشخص اللي يلتقط هذه الموهبة، مثل ما تفضلت قبل شوي. معلم واعي، أنت معلم موهوب. هذا دورك. مشكلة المعلمين عندنا ملقنين. أي يعني أنت دورك. لما المعلم يكون ملقن أصلاً بدل ما هو يفتح المادة للنقاش، شنو تتوقع من الطالب يطلع وإنه يدور كتاب؟ ما الطالب ما يساعد يا أستاذ هدينا. الطالب أيضا أنا كمعلم ابحث، أنا أبحث عن طاقة إيجابية أمامي. أنا يعني اليوم ما يخالف بعض الفنانين لما يصعد على خشب يسرح يقول أنا أشوف الجمهور أول شيء. إنزين أعطيك مثال. أنا أصلا مدربة. إنزين نعم. لو بعتمد أنا في تدريبي للناس اللي موجودين على نوعية على إنك هو تعاونهم معي، عامل، إحنا نقول عامل مساعد، يعني هو المفروض، هو المفروض إن أصلاً المعلم يكون تأهل إنه يكون مدرب قبل ما يكون معلم، يكون عنده القدرة على قيادة الصف. هنا هذا موجود عندنا في كلياتنا وجامعاتنا. ما أدري هو. لا جاوب. يلا أنا برجع له. قاعد يستمع الدكتور راح يرد. أنا جاوب بكل صراحة حقيقة. أنا إذا بكتب دراسات وبكتب إحصائيات، أنا طبعاً أتكلم بشكل عام يعني مع احترامي حق الدكتور وأجله وقدره طبعاً، لكن أنا سؤالي هو الآن ماذا بعد هذه الإحصائيات؟ شنو مشروعك اللي تبي تقدمه؟ منو حق التطوير اللي قدم هذه الإحصائيات؟ مو مسؤولية، قدم دراسة، مسؤولية الدولة. لا مول، يجب أن تكون هناك متابعة لهذا الأمر إذا أنا بقوم بهذا المشروع وفقط بعرضه وجمع هذه النتائج. سالم محمد، أشوفك مندمج معانا بالحوار مثل أنا، وأنا قاعد أحاول أقفز من نقطة لنقطة وأحاول يعني أخليهم يغضبون قد ما يقدرون. الجماعة الحين فولي الكل بيجاوب. رؤيتك يعني اللي قاعد تشوفه أنت كشاعر اليوم يعني، وأيضا كأديبة موجودة كاتبة معانا، كيف ترصد هذا الأمر اللي حصل؟ مسؤولية من؟ المسؤولية ضائعة، مسؤولية جماعية، مسؤولية فعلا من المفروض يبتدي؟ من الشخص اللي يبتدي المعني اليوم؟ شوف راشد، ما لم تكن هناك إحصائيات دقيقة تقوم بها جهات معتبرة، فكل الأجوبة ستكون انطباعية تختلف دقتها وصحتها على انطباع الشخص المحدود بمحيطه وعلى أدواته البحثية. تمام. مسؤولية بالنسبة لي يعني، قبل كانوا يقولون العالم قرية صغيرة، الحين العالم صار معك في نفس الغرفة، تقدر تحضر، هو على بعد ضغطة زر. في ظل هذا الضجيج ما تقدر تتحكم أبدا، يعني الضجيج يكون ملازم معك في نفس الغرفة، فصعب جدا جدا يعني شخصيا بالنسبة لي أنا، لم يشجعني أحد على القراءة عندما كنت صغيرا، كلها كان شغف ذاتي. بس أنا ما عشت في هذا العالم، ربما لحسن حظي لو كان يعني لو عشت في هذا العالم الآن في ظل كل هالتكنولوجيا كل هالتقدم، ما كنت راح أفتح صفحة واحدة حتى لو كان وراي رابطة مشجعين، عرفت علي؟ يعني أنت اليوم تلتمس العذر لأبنائنا اللي ما يفتحون الكتاب ولا يقرؤون، تلتمس لهم العذر بأن ما ألومهم. إلى حد ما، إلى حد ما، لكن في نفس الوقت يعني من الصعب في أن يعني في ظلال العالم، من الصعب من شبه المستحيل تربية الأولاد بمثالية، رغم أن الكل يقول أن التربية تبدأ من البيت. التربية تبدأ من البيت، ما نعرف مثالية معود، نبي خط دفاع بس. نعم. دافع عن نفسه يعرف شنو يتلقى وشنو يترك، ومع ذلك يبقى من شبه المستحيل بسبب هذا الضجيج الموجود في ظل التقدم التكنولوجي. دكتور سليمان، أعتقد أن عندك الردود وتبي بس الفرصة تتعلق اللي قاعد أقول اللي سمعته حضرتك. نعم. يعني إحنا في يعني يا جماعة ترى إحنا مو قاعدين هنا نسوي مشكلة، نبحث عن حلول، حوار نقاش مفتوح، نفكر بصوت عالي مع بعضنا البعض. صحيح. لا مشكلة في كل بيت الأمانة، تعنينا كلنا بالدرس. أنا أنطلق في إجابتي من قبسات من إجابة الزملاء. الأخ قال إني أنا أدرس لغير الناطقين في اللغة العربية. نعم. وهذا نضع خطين تحت غير الناطقين في اللغة العربية، وهي ليست الشريحة المستهدفة في حديثنا. والأخت قالت أنا أدرب، والتدريب عملية اختيارية يأتي لها من يريد أن يتدرب. أنا أتكلم مرة ثانية وتأكيدا على إجاباتي وعلى منطلق الأول، أنا أتكلم عن مجتمع كامل، أنا أتكلم عن جميع شرائح المجتمع، أنا أتكلم عن أجيال بدأت تظهر وتطفو على السطح. يا جماعة، الكويت أيام الستينات وأيام السبعينات لما كانت الكويت نص مليون أقل أكثر، كان يغطيها 28 مكتبة عامة. الآن الكويت بعد ما صارت عددها فوق 3 مليون مقيم، الآن مواطن مقيم، الآن 28 مكتبة عامة قرابة نصفهم مغلق، والنصف الآخر المفتوح تطفو
سطحات الغباب على جدران الكتب. يا جماعة الإحصائيات تقول أن 1 إلى 2 يفتاد هذه المكتبة العامة أسبوعيا. الخدمات متدهورة، لا توجد لها عناية، لأن لا يوجد هناك إقبال على هذه المكتبات. الحكومة تزود هذه المكتبات كتاب أو كتابين أو 3 في الحد الأقصى سنويا لهذه المكتبة. أي قراءة نتكلم عنها يا جماعة؟ شوف أرض معارض زحمة، مالك موقف برا، الناس نفس على نفس داخل المعرض. نجيب أرض معارض كل سنة من برا الكويت داخل الكويت. نجيب محفوظ له كلمة جميلة قال الأمة العربية تتهافت على كتب الطبخ والأحلام لأنها أمة تأكل وتنام. يا جماعة لا نضحك على بعضنا، الحقيقة واضحة، الحقيقة واضحة كوضوح الشمس. نحن نعيش في أزمة نحتاج لها إلى حل، إن لم ندرك أننا في أزمة لن نصل إلى حل طوال هذا الوقت. أستاذة هديل، أنت مخيرة في عملية، أنت مدربة، ومن يحضر هذه القاعات هو مخير في أن الحضور وينهل مما تقدمين. يعني هذه نقطة من عرض اجاباتك اللي تفضلت فيها اختارها الدكتوره، خليك تردين. وايضا استاذ فهد، كيف تفسر هذه العمليه؟ ايضا مو هم الشريحه المستهدفه في حديثنا، لكن انت ضربته كمثال انه ما شغفين على، لانه هو من اختيارهم في النهايه. احنا الهدف اليوم نتكلم عن القراءه المحليه عندنا بالكويت، 28 مكتبه في الخمسينات، اليوم في ظل اعداد في تزايد، هذه 28 نصها تم اغلاقها والنص الاخر عليه، يعني احنا بالكويت نقول يعني غبار، ما بقول كش ذبان بس قلناها. في هذه القضيه تعليقكم، ولكن بعد الفاصل أيضا مع قصيدة مع أستاذ محمد لما نرجع من الفاصل. والله حوار جميل، والأمانة كنت أتمنى معاي أنتم بالفاصل هنا موجودين اللي قاعد يصير من الحديث وكذا. إن شاء الله يكون هذا مشروع صغير ينطلق إن شاء الله إلى الأفق، ونشوف الجهات المعنية بالدولة اللي تهتم بالشباب، ها اللي تهتم بالشباب، ترى هذه المجموعة وغيرها من أمثالهم أمثال إيجابيين، تشوفون شنو الطرح اللي موجود عندهم اللي راح ينعكس علينا بالفائدة بالدرجة الأولى. لكن رايح مع شعر مع أخوي محمد، قصيدة هذه إذا لها عنوان أو. نعم شيخ، هي قصيدة تجليات. تفضل. نعم. تجليات. أفنيت في سبل الهوى أعمارا، وقطعت نحو عيونك الأسفارا، وبنيت من مهج الحسان مدائنا كانت لطلاب الغرام ديارا، وأقمت بالوجد القلاع حصينة فأحطهن بأدمعي أسوارا، وغرست في رمل الصحاري من ندى نهديك فانبعث المدى إخطارا، ورسمت في قصص الهوى أسطورة توجت فيها الفارس المغوارا، فصرعت أبطال الغرام بريشتي وبلغت قمته فلست أجارا، ونسجت من بسمات ثغرك ثورة لم يقوى يصنع مثلها جيفارا، وقبست من نيران عشقك شعلة تركت ليالي العاشقين نهارا، ولزمت محراب الجمال تبتلا أتلمس الإشراق والأنوارا، وخشعت تحت سماء حسنك طارعا أستنزل الإلهام والأشعارا، سطعت علي من الغرام عجائب تدع الحكيم بعقله محتارا، أجد الجمال في كل لفتة ناظر، أجد الجمال بكل لفتة ناظر، في كل زاوية أرى الأزهار، فالماء يجري في النفوس خريره، والروض لونه يخطف الأبصار، والورد يرقص في الحدائق شدوة، وترى النسائم تعزف الأوتار، والطير قسم في مقامات الغنى، والنحل نشوا بالرحيق سكارا، فاض الوجود بسحر حبك بهجة كالشمس أعطت نورها الأقمار، خضعت لسلطان الجمال جبابر فاقت قساوة قلبها الأحجار، فأنا الذي عد التعشق عيبة تستوجب التشنيع والإنكار، والناس تعلم من دهور أنني أجد التصابي في المحبة عارة، فالجد طبعي والرزانة شيمتي والعقل زادني رفعة ووقارا، والحكمة الغراء تنضح من فمي كالدر أنثر يمنة ويسارا، نبتت لقلبي من هواك جوانح واصطاد عقلي بالهيام فطارا، فلأجل رؤيتها أزيف حجة وأصوغ قبل لقائها الأعذارا، وأقلب الكلمات أحفظ عذبها، وأقلب الكلمات أحفظ عذبها، فلعل تشعل في الصبابة نارا،
فإذا تبدت في الوصال شخوصنا تاهت حروفي في الشفاه عثارة. كيف التذكر والمحاسن جمة تترى علي فتنسف الأفكار. بسط الغروب على الزمان ظلاله والريح تنثر حولك النوارة، والشمس في أفق المغيب كأنما قدحت عيون الحاسدين شرارة. فأهب لهفانا لألثم كفها وأحك خدي في الخدود مرارا، وأصير أصطنع البكاء تشكيا سكبا فيملأ حجرها مدرارا، لترقلي تحنو علي بضمة وأغيب في أحضانها وأوارا. إن أشرقت لي من حديثك ضحكة ملأت جبيني في الدجى أنوارا، وإذا انخفضت على شفاك بقبلة فكأن علوت الشمس والأقمارا، وكأن فتحت بها الممالك سبعة، وكأن كتبت بأيدي الأقدارا، وكأن صعدت إلى السماوات العلا والكون كاشفني بها الأسرارا. يا للعيون تحفها قدسية خشعن في ملكوتها الفجارا، وإذا شياطين الجحيم رأينها صارت بهن ملائكا أطهارا. هذا الهوى لا تنجلي أسراره قد حير الحكماء والشعارة، يعطي لصاحبه الخلود لأنه نبع الحياة به نعود صغارا. طفل أشاغب في عيون حبيبتي سلمت عقلي للهوى مختارا. صح لسانك، راح فيها الفارس وداي فارس وكذا، واخر شيء سلم كل شيء، استسلم فارسنا. قواك الله يا محمد، صح لسانك، يعطيك العافيه. انا الوقت جدا ما شاء الله، القصيده كانت طويله وجميله، لكن ساترك كل شيء الرد استاذه هديل بعجاله اللي حابه تعلقين توقفين مع الدكتور، وكلمه الختام ايضا. انا بس كنت حابه اقول ان الاهم يعني غير الدوله، احنا خلينا نتكلم على المعلم. يعني اذا كانت يعني مسؤوليه المدرب اسهل لان الناس جايه اختيارا، فما بالك في معلم ان عنده طلبه المفروض أحد مسؤولياته وخلينا نقول رسالته بالحياة، واللي بسببها راح ودرس تربية ويا وقرر أنه يكون مسؤول عن جيل في المستقبل، كونه معلم أن المفروض أنه ما ينطر من أهما يتقبلون من المعلومة، لازم هو يفكر يوميا شلون يوصل المنهج. أنا الشريحة اللي عندي مو مستعدة لها، مو مستعدة يعني ما تلقت التعليم الكافي أو الاستعداد من المنزل من البيت من المراحل الدراسية المختلفة، يعني شغله متكسره. وين انا قايم دوري؟ احنا قاعد نتكلم عن طلبه ابتدائي، يعني طلبه الابتدائي المفروض اولى وثانيه ابتدائي، هذا اسهل للناس تشكيلا. جميل، الحديث يطول جدا والحديث جدا ممتع معك، شكرا لك استاذ هديل. استاذ فهد ايضا تعليق بشكل سريع وكلمه ختام. والله انا دائما انسان متفائل، يعني دائما حتى انا وهديل نسولف بهالنقاط هذه، دائما لازم يكون عندنا هذه النظره التفاؤليه والايجابيه. يعني مثل قبل ما ندخل الى الهواء، يعني كان لنا يمكن نقاش ان تشعل شمعه افضل من ان تلعن الظلام. بالمناسبه في امام هذا الانتاج الروائي وهذا السردي الغني، واللي يمكن الكل يمكن عنده ملاحظات عليه، مثل ما ذكرت طالب يمكن عمره 12 سنه قاعد يكتب روايه، الان هناك في مشروع ثقافي يعني تم تأسيسه من قبل هديل ومن قبل شخص متواضع اسمه مختبر سرديات الكويتي. هذا قاعد نحاول من خلاله أيضا تشجيع عملية القراءة، وأيضا اختيار نوعية الأعمال اللي أنت ممكن تختارها. نعم. سواء أنت كشخص أو أيضا كرب. بارك الله فيكم، بارك الله في مجهودكم، أنت رجل إعلام وتعلم نظام الكنترول يقول خلاص. أنت سترك كلمة الختام لك دكتور سليمان، تفضل. يعني ما نبي نخلي الصورة سوداوية، يعني القراءة مرتبطة بشيء جمالي، مرتبطة بشيء فيه المشاعر وفيه الحب والود. فولتير يقول الكتابة هي عبارة عن محادثة أصدقاء مجهولين. نحن بإمكاننا نرتقي، نحن بإمكاننا نجتاز هذه الأزمة. إن أردنا أن نأخذ من تجارب الدول المجاورة، الإمارات كان لها في العام الماضي عمل رائد سميت الإمارات تقرأ الإمارات ترتقي. نعم. وهذا عمل إيجابي في ربط القراءة بشيء يسمو ما يسمى بالارتقاء والسمو. نعم. كانت لها فعاليات كثيرة امتدت إلى 1500 فعالية في سنة واحدة، جلبت أكثر من 305 ألف. جميل، إذا الدولة لما تتبنى شيء ينجح لنا طريق الخلاص إن اتبعنا إلى خطوات النجاح إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور سليمان السويط، أستاذ الأدب العربي في كلية التربية الأساسية، شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكر لك شاعرنا أستاذ محمد خلف الحجي، شكرا جزيلا. شكرا لك، بارك الله فيك. وأيضا الكاتبة الروائية الأستاذ هديل الحساوي، شكرا جزيلا. شكرا. والشكر موصول للناقد والناشر أستاذ فهد الهندال، شكرا لك. شكرا. كل الشكر لضيوفنا الكرام، مستمرين معاكم بعد الفاصل.